تصلحوا سماعاتكم الاصليه وما تضطروا تستبدلون بسماعات ذات جوده رديئه. هاي انا نور وهي قناتي نور فلوجز. بقناتي بقدم شروحات، تطبيقات مفيده لعمل اونلاين وصناعه المحتوى، واذا كنت اول مره عم تحضرني لا تنسى تفعل الجرس وتضغط على كلمة الكل ليصلك إشعار بالفيديوهات القادمة، وكمان تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتي كلها بتلاقوها بصندوق الوصف. هذا الفيديو ما رح يكون من شغلي بس حبيت شارك معكم هالطريقة لأنه برأيي مهمة كتير والكل بيحتاجها، ويلا نبدأ. أصدقائي هدول هن السماعات اللي رح نصلحهم، مثل ما عم تشوفوا هذا هو المكان اللي دائما بيخرب عنا بالسماعات. أول شيء رح نحتاجه مكواية الحام، خيط الحام، ورق زجاج، إبرة، مقص، ولاعة، وشوية سيليكون شمع. بأول مرحلة لازم نقص هاي القطعة من فوق، والمشكلة دائما بتكون بالسماعات بهذا المكان، وبعد ما نقطعها بناخد إبرة ومندخلها بين الحديد والقطعة البيضة. حتكون صعبة شوي لأنه أول مرة عم تساويها، وبعدها منقدر نسحبها بكل سهولة ومنرجع مندخل هالقطعة البيضة بمكانها بالسلك من جديد. وهلا لنقدر نسحب الاسلاك لازم نحرق هالقطعه، وبعدها رح يظهر عنا اربع اسلاك، احمر اسود واخضر، وسلك عباره عن شعيرات باللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي قبل ما نستخدم مكوايه الحام. وهلا بنحط شويه الحام على كل سلك من فوق، وهيك بصير عنا الشكل. وهلا بنجيب راس السماعات، مثل ما عم تشوفوا هون عنا اربع اجزاء واربع اسلاك. كل اللي علينا نزيل الأسلاك القديمة هدول ونوصل بدالهم الأسلاك الجديدة، يعني بدنا نرجع نلحم كل سلك بمكانه. انتبهوا منيح للتوصيل لأنه لازم نرجع كل سلك لمكانه وما بصير نحط سلك بدال الثاني. رح أشرح لكم شوي عنهم. السلك الأخضر هون متصل مع هي القطعة الأولى وبيمثل السماعة اليسار، أما السلك الأحمر هون متصل مع هي القطعة الثانية بيمثل السماعة اليمنى. الشعيرات الذهبي هون متصلة مع هاي القطعة الثالثة وبتمثل القطب السالب لجميع العناصر، أما السلك الأسود اللي هون فهو متصل مع القطعة الرابعة وبيمثل الميكروفون. هذا الترتيب موجود على جميع السماعات. هلأ لحزيل كل سلك لوحده وحط مكانه السلك الجديد، وهون بنكون انتهينا تلحيم الأسلاك. منحط شوية سيليكون شمع لنثبت الأسلاك أكتر، ومنرجع القطعة البيضة لمكانها مع الشمع لتثبت بمكانها أكتر. فيكن تشيلوا الأجزاء الزيادة من السيليكون ليكون عندكم شكل أفضل. وهيك عنا الشكل النهائي للسماعات. هالطريقة كمان فيكن تستخدموها للسماعات القديمة مثل سوني أريكسون، كانت جودتها أفضل بكتير من السماعات الحديثة، فقط من قص رأس السلك ومنستبدله بآيفون أو سامسونج. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموه باللايك والكومنت، خبروني رأيكم بالتعليقات، رح رد على كل التعليقات بأول 3 ساعات للفيديو، لا تنسوا تشاركوا هالفيديو مع كل اللي بتعرفون للكل يستفيد من هالمعلومة، شكرا على المتابعة وانتظروني فيديو جديد، سلام.